اهلا بيكم من جديد في برنامجكم الصحه والحياه. رمضان كريم عليكم وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله دايما بخير، والوباء يختفي ونحس تاني بجو رمضان وبلمتنا والعزومات. وعشان كده لازم ضروري جدا نلتزم بالارشادات اللي معموله لنا، وان احنا نلتزم جدا ونحذر جدا واحنا بنتعامل مع اي شخص، يعني اي شخص معانا في اي مجال. دلوقتي طبعا هيكون معانا في حلقات مميزة جدا في برنامجنا، هيكون معانا الدكتورة عتاب الأبيض أخصائية التحاليل الطبية، وهيكون معانا الدكتورة إيمان شعيشع أخصائية النساء والتوليد. أهلا بك يا شهد، وكل سنة وانتم طيبين. وكل سنة وانت طيبة يا دكتورة إيمان، ونورتونا. إن شاء الله أنا اخترت لكم النهاردة موضوع مهم جدا وشيق جدا، وهتستفيدوا منه قوي النهاردة. للستات الحوامل، اللي هو موضوع تسمم الحمل. وقبل ما نبدا في موضوع تسمم الحمل، هنسال الدكتوره عن سؤال كده. ستات الحوامل بتسال النهارده وبتقول: يا ترى انا الصوم هيبقى متعب بالنسبه لي ولا ايه؟ الاول قبل ما نسال سؤال الدكتوره، خلينا نرحب بالدكتوره ايمان. اهلا بيك يا دكتوره ايمان ونورتينا. اهلا بيك يا دكتوره عتاب، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. ربنا يخليك يا دكتوره، وان شاء الله تشرفينا كل مره في حلقات قادمه زي ما وعدتينا. تسيبي شغلك كله وتجي لنا، تمام؟ شكرا لحضرتك. اول سؤال عايزين نسال عن الصوم بالنسبه للست الحامل. طبعا كل سنه وانتم طيبين، النهارده اول يوم رمضان. الستات في الحمل مش زي بعض، يعني كل ست لها حالتها، بتبقى لها حاله معينه. بس احنا عامه كحاله عامه، الستات عندنا بتتقسم لثلاث حالات او ثلاث مراحل: المرحله الاولى من الحمل، والمرحله الثانيه من الحمل، والمرحله الثالثه من الحمل. المرحله الاولى في الحمل، الحمل لسه الست لسه حامل جديد، عندها غثيان وقيء ودوخه وهبوط وهبوط في الضغط، فبالتالي ايه، مش هنقدر ان احنا نقول لها صومي الا اذا كانت هي ما فيش بقى لا دوخه ولا هبوط ولا ترجيع ولا هبوط في الضغط، ودول طبعا ايه، قليلين جدا. الجزء الثالث من الحمل اللي هو بيبدا من الشهر السابع والثامن والتاسع كشهور، الست دي حجم البيبي بيبتدي يزيد وبيبتدي يسحب من السعرات الحراريه بتاعت مامته ومن السكريات بتاعت مامته، وبالتالي هي لما بتصوم 12 13 ساعه هتبتدي تاثر على حركه البيبي، وهيبتدي ياثر على نمو البيبي. فبالتالي برضو ايه، مش هننصح بالحمل بالصيام الا لان الفئه قليله جدا، اللي هي برضو لا بتدوق ولا بتهبط ولا اي حاجه. الجزء الثاني من الحمل اللي هو الشهر الرابع والخامس والسادس، دي بيعتبر احسن فتره او امن فتره في الحمل. خلاص بتبقى اعراض اول شهور الحمل خلصت، وبتبقى المرحله ايه، الى حد ما مستقر. بس برضو كل دكتور او كل واحده هي هتتابع مع الدكتور بتاعها هل هي ينفع تصوم ولا لا، يعني دي نظره عامه، لكن كل واحده بتبقى هي قادره بحالتها مع الدكتور بتاعها. في ناس طبعا ممنوعين من الصيام خالص، اللي هم بيعانوا من مين؟ من الانيميا، الضغط، الكلى، السكر، اللي عندها ارتفاع في درجه الحراره، اللي حاسه بهبوط وبدوخه على طول، تمام؟ ففي ناس ممنوعين نهائي من الصيام، اللي عندها طبعا ترجيع بصفه مستمره. اظن انتوا ان شاء الله كده استفدتوا من السؤال ده. هندخل بقى على موضوع حلقتنا النهارده وهو تسمم الحمل. طبعا من الابحاث ومن اللي الدكاتره قالوه، من كل الابحاث الاطباء امراض النساء بيقروها ان تسمم الحمل شيء خطير جدا. فدكتوره ايمان، بعد اذن حضرتك وضح لنا ايه خطوره تسمم الحمل واهميته. تسمم الحمل من الحاجات المهمه جدا عندنا في طب النساء والولاده. ده مش عشان سبب واحد، ده عشان محاور كتيره جدا. اولها نسبه حدوثه. نسبه حدوثه كام؟ من 4 ل 8%. يعني الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان كل 100 ست حامل من 4 ل 8 منهم بيحصل لهم تسمم حمل. دي اول نقطه. المحور الثاني نسبه الوفيات بتاعته. فاحنا لازم نقول ان من 10 ل 25% من الستات اللي بيحصل لهم تسمم حمل بيؤدي للوفاه. طبعا ده رقم عالي جدا. لازم نقول برضو ان 76 الف ست كل سنه بتموت بسبب تسمم الحمل. 500 ألف طفل كل سنة بيموت بسبب تسمم الحمل. ده المحور الثاني اللي هو نسبة الوفيات اللي بيؤدي إليها. النقطة الثالثة إنه المرض ده مرض خطير جدا لسبب، لأنه عامل الوقت فيه دايما ضدي مش معايا. المرض بيحصل وبيتطور بسرعة جدا في خلال ساعات وخلال أيام،
ما بيدينيش وقت، في كل وقت بيعدي عليا الترابيزه بتتقلب ضدي وضد العيان. تمام. النقطه الرابعه انه الاعراض بتاعته مش بتظهر غير في وقت متاخر، يعني الاعراض اللي احنا لسه هنتكلم عليها كلها ما بتظهرش اول ما المرض بيظهر، لا بالعكس خالص، بتظهر في الاخر خالص. النقطه الاخيره انه ما فيش وسيله تقدر تاكد لي او تتوقع لي بنسبه انه الست دي هتخش في تسمم حمل. يعني بمعنى ست ممكن تكون عندي النهارده بعد 15 يوم جايه ضغطها 150 100، طب ايه اللي حصل في 15 يوم؟ محدش يعرف. طب لو قعدت شهرين جايه ضغطها 160 110 وهي لسه حامل في 28 اسبوع او حامل في السابع. وبالتالي فعشان كده مرض تسمم الحمل من الحاجات المهمه والخطيره جدا في النساء. طب قول لنا يا دكتور، زي ما انت عرفتينا خطوره، يعني خطوره تسمم الحمل، ايه هو اصلا تسمم الحمل؟ تسمم الحمل، تسمم الحمل حته معقده قوي، لانه كتير قوي من الناس فاهمين ان تسمم الحمل ده بيبقى ايه سميات موجوده في الحمل، هي كانت حاجه سممتها. وعلى فكره الكلام ده احنا بنسمعه كتير، الست ايه اتسممت من ايه، ده انت مديها علاج بقى او خدت حاجه هي إيه سممتها. تمام. لا، تسمم الحمل ده اكيوت بريجنسي سبيسيفيك مالتي اورجان ديس اوردر. يعني ايه الكلمتين دول؟ اكيوت يعني بيحصل بسرعه جدا. تمام. بريجنسي سبيسيفيك يعني مش بيحصل غير للست الحامل. مالتي اورجان ديس اوردر دي مهمه قوي، ان هو بيأثر على كل وظائف الجسم، على كل اعضاء الجسم. تمام. هو بيبقى معايا من ضمن حاجاته ارتفاع الضغط، بس مش الضغط خالص نهائي هو لب الموضوع. تمام. هي دي مش حاله ضغط مرتفع، لا تماما، ده ارتفاع الضغط ده واحد من الحاجات اللي بتحصل في الجسم اللي هي تسمم الحمل بيسببها. تمام. وبالتالي انا هبقى مخطئه جدا لما احط كل او اصب كل اهتماماتي ان انا اوطي الضغط، لا خالص، القصه مش كده. القصه انه في باثولوجي عمال يحصل في كل اجهزه الجسم وانا مش دريان. هو بيبقى عباره عن ارتفاع في الضغط زائد حاجه من اتنين، مش شرط الاتنين مع بعض، اللي هي الزلال في البول بروتينوريا او المالتي اورجان ديز اوردر. تمام. ليه بقى الكلام ده؟ لانه في 10% من الحالات ممكن تعدي من غير زلال في البول، يعني بيبقى ارتفاع الضغط مصاحب بخلل في وظيفه من وظائف الجسم. طيب يا دكتور، دلوقتي في عندنا في ست بتبقى حامل وضغطها عالي، وست حامل وضغطها عالي مع تسمم في الحمل، هل كل ضغط عالي معناه ان هو ده تسمم في الحمل؟ لا طبعا، ما احنا لسه قايلين اهوت انه الضغط العالي يكون تسمم في الحمل لو كان معاه واحده من الكرايتيريا دي، اللي هي ايه؟ اللي هو الزلال. طبعا حته الورم ما عادتش موجوده في الايه من ضمن تعريفه، ان الست تلاقي رجلها مورمه، ان الست تلاقي رجلها مورمه ده عادي جدا مع الحمل اذا كان ضغط الحمل كويس. فلما بيبقى الضغط الحمل عالي، فاحنا لو في واحده من الكرايتيريا دول اللي هم الزلال في البول او المالتي اورجان ديز اوردر اللي انا لسه هشرحه بالتفصيل، يبقى دي تسمم حمل. مش كل واحده عندها ارتفاع في الضغط دي تسمم حمل خالص، ولا كل واحده عندها تسمم حمل يبقى عالجها كأن هي بس مرضي الضغط. تمام. زي ما حضرتك وضحتي ان مع تسمم الحمل بيصاحبنا حاجة اسمها وجود زلال مع الست الحامل. حضرتك عايزين نوضح للسادة المشاهدين يعني ايه زلال في الحمل؟ زلال الحمل هي طبعا من ضمن الحاجات اللي بتتأثر قوي مع تسمم الحمل الكلى، وبالتالي افراز البروتينات من الكلى مش بيبقى بالصورة الطبيعية. يعني بتقدر ان هي ايه ما بتقدرش انها تعدي او توقف كل حاجه ممكن تعدي او تنزل في البول. وبالتالي الزلال او البروتينوريا هي عباره عن زياده كميه البروتين في البول اكتر من 300 مللي جرام في عينه متاخده على مدار 24 ساعه. ولو ان دلوقتي الـ 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 الكلام الجديد انه ما عدناش بنعتمد قوي على قياس الايه البول في الدم على مدار 24 ساعه، امال في حاجات تانية زي ايه؟ زي الالبومين كرياتينين ريشيو او البروتين كرياتينين ريشيو، دي بقى بيعتمد عليها اكتر. حضرتك ذكرتي ان في وظائف حيويه بتتاثر بتسمم الحمل، ايه هي الوظائف الحيويه او الاجهزه اللي في الجسم اللي بتاثر بتسمم الحمل؟ للاسف هو تسمم الحمل ما بيسيبش حاجه في الجسم لما بيأثر عليها. يعني احنا لو خدناها من فوق لتحت، من اول المخ، المخ هيحصل فيه حاجه اسمها، ممكن تحصل حاجه اسمها ارتشاح في المخ اللي هي البرين ديما او البرين هيموريدج، نزيف في المخ. تمام. الحاجه الثانيه لو نزلنا تحت على العين، ممكن يعمل حاجه اسمها ارتشاح في الشبكيه. ارتشاح الشبكيه ده بيؤدي لحاجه يعني خطيره جدا، ولا احنا شفناها، اللي هو العمى المؤقت. الست داخله مش شايفه، ممكن تقعد كده لحد ما ايه ما تولد وتطلع من المستشفى. تمام. ننزل بعد كده على الرئه، بيعمل حاجه اسمها ارتشاح في الرئه.
البلمونار اديمه. طبعا البلمونار اديمه دي حاجه من الحاجات الخطيره جدا، لان الست تاخد نفسها ممكن تحتاج لتنفس صناعي، يعني تخيلي الخطوره بتاعه الموضوع. ممكن يؤدي الهارت فيلير، فشل في وظائف القلب، تمام. ممكن يؤدي الفشل في وظائف الكبد، مش ممكن ده هو ده يعني هو بيأثر على الكبد لدرجه ان هو ممكن يحصل فشل في وظائف الكبد. ممكن يؤدي الى فشل في وظائف الكلى طبعا، اللي هو اول حاجه بتبان للست دي ان هي مش عارفه تدخل الحمام، تمام، بيعمل تدمير في اوليجوريا. بالظبط كده. الحاجتين بقى اللي انا سايباهم للاخر اللي هم الايه اللي زي ما بيقولوا كده اللي هم الاخطر حاجتين عندنا في تسمم الحمل، التشنجات والتاثيرات اللي بتحصل على الدم. بالنسبه للتشنجات، الست جايه بتقيس، وده شفناه كتير قوي، ست جايه بالاستقبال عندها شويه ترجيع وعندها بترجع وعندها وجع في المعده ومش عارف ايه، يوم اللي حد مديها ايه حاجه مسكنه او للحموضه او بتاع، نص ساعه والست بتتشنج في العنبر والناس كلها بتصوت، تمام. فالتشنجات بتاعه الحمل طبعا من الحاجات الخطيره جدا، وفي حالات كتيره جدا ماتت بسبب الموضوع ده انها ما اتلحقتش. بالمناسبه كان في حاله عندنا من حوالي 4 سنين كده شفناها، الست دي دخلت في تسمم حمل، وبعدين هم من بلد من 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 بلد صغيره، فلما اتشنجت افتكروا ان عليها عفريت، جابوا لها حد يقرا عليها. يوم والتاني والتالت الحاله وصلنا المستشفى، طبعا العيل ميت، وهي طبعا داخله في فيبرين اديمه، فقدان كامل للوعي. الحاله دي طبعا الطفل مات، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انها قعدت في العنايه المركزه حوالي اسبوع على التنفس الصناعي وبعدها ماتت. فحته تسمم الحمل ان انا اخده او استهتر بيه ده حاجه خطيره جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه بقى ان هو بيأثر على الدم. ازاي؟ كنت لسه هذكر لحضرتك تأثيره على الدم. بيأثر على الدم ازاي؟ بيعمل لي حاجتين في منتهى الخطوره. اول حاجه بينقص نسبه الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه دي في جسمي خط دفاع مهم جدا، لان هي اول طوبه في عوامل التجلط. يعني انا دلوقتي لو اتعورت، اول حاجه بتوقف النزيف انه الصفائح الدمويه دي بتتجمع عشان تبتدي تنادي على الايه، على عوامل التجلط عشان توقف النزيف. فهو بيقلل الصفائح الدمويه، دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو بيدخلي في مشكله كبيره جدا اسمها الدي اي سي. الدي اي سي ده اللي هو تخثر الدم. يعني ايه تخثر الدم؟ يعني الدم استهلك كل عوامل التجلط بتاعته على الفاضي، عمال يكون لي جلطات صغيره وما بتعملش اي حاجه. وبالتالي لما جه بقى وقت الجد ان هو عاوز يستخدم عوامل التجلط في عشان يوقف النزيف، ما عادش قادر، ما عادش يلاقي عوامل التجلط. وطبعا دي حاجه في منتهى الخطوره، اللي هي اخر حاجه او اخر مرحله في مراحل تسمم الحمل. وللاسف وللاسف انه مراحل تسمم الحمل عشان تتنقل من مرحله للتانيه ما بتاخدش شهور ولا اسابيع، بتاخد ايام وساعات. الوقت دايما في تسمم الحمل ضدي. يعني هو غلط اصلا ان الدكتور يدي حبوب للحموضه بس؟ لازم لا يعني لا انا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده. هي الفكره انه هو ده غلط في التشخيص، بمعنى انه انا ما فيش واحده ست حامل داخله في اي مكان تكشف الا لما تقيس الضغط. الضغط ده رقم واحد، تمام. طبعا احنا عندنا يعني الواحد كان بيبقى قاعد في الاستقبال، العيانه داخله عليه منظرها دي تسمم حمل، يعني خلاص هو احنا حفظنا. أيوة. المنظر، الوش المورم، الرجلين المورمه، يعني البافنس اللي موجود في العين، الصوره محفوظه. بس هي الفكره انه انا ما اديش للست الحامل اي حاجه من قبل ما اقيس الضغط، تمام. بس ممتاز جدا. طيب يا دكتور، بعد اذنك عايزين نعرف تاثير تسمم الحمل على الام والطفل. يعني مش على اكيد ليه تاثير على الام بس وتاثير على الطفل بس، واكيد في تاثير مشترك بينهم هما الاثنين. تاثيرها على الام وعلى الطفل. لو احنا اتكلمنا على الام، احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو بيأثر على كل اعضاء الجسم. طب احنا لو احنا بدأناها من 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 الاول، الاعراض بتاعته ايه؟ الاعراض بتاعته دايما اقول الاعراض بتاعته ما بتظهرش غير المتاخر. معنى ظهور الاعراض معناها ان انا بقيت حاله سيفير، معناها ان انا بقيت حاله شديده الخطوره، تمام. وهنعرف دلوقتي شايفه الخطوره دي مشكلتها ونسبه يعني نسبه الانقاذ من التسمم. يعني لا، ما انا كل ما ابدا بدري كل ما عندي طبعا فرصه ان انا ابدا ان انا انقذ. كل ما ابدا بدري كل ما انا هقول لك القطر دلوقتي هيبقى ماشي ازاي، تمام. فهي القصه ان هو ايه الاعراض. الاعراض ايه؟ الاعراض اول حاجه طبعا الصداع، الزغلله، الغثيان، القيء، الحموضه،
البتاع اللي الم في فم المعده، الم في البطن، تمام. طبعا ممكن الحاله توصل بحاجه اسمها صدمه، الشوك. الشوك دي بتبقى حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك، انه الست ديت اتثابت زي اللي انا كنت بحكي عليها من شويه، حصل ارتشاح ارتشاح في الجسم كله، وبالتالي حصل حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك، يعني الست دي حصل عندها صدمه من انه هبوط في الدوره الدمويه. دي اول حاجه الايه الاعراض. الحاجه الثانيه انه الست دي طبعا بيأثر على كل اجهزه الجسم زي ما انا وضحت من شويه، على المخ وعلى العين وعلى الكبد وعلى الكلى وعلى القلب وعلى الرئه. النقطه الثالثه ان هو طبعا الست دي بعد ما بتولد ممكن وارد جدا ان هو بيدخلها في نزيف ما بعد الولاده، بوست بارتم هيمريدج. النقطه اللي بعد كده ان الست دي طبعا محتاجه انها ممكن تبقى اكتر عرضه لنقل الدم ومشتقاته بجميع مضاعفاته، تمام. طبعا التشنجات دي حاجه طبعا خطيره جدا 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 للست اللي عندها تسمم حمل، تمام. طب بالنسبه للطفل طبعا اللي انا بتكلم فيه ده حياه اسره، اللي انا بتكلم فيه ده حياه اسره، يعني حاجه احنا بنتكلم فيها دي ان هو عندها دخلت في نزيف، ده بتبقى كارثه بالنسبه للاسره اللي مستنيين مولود يفرحوا بيه. بالنسبه للطفل اول حاجه بيحصل حاجه اسمها اي جي ار. يعني ايه اي جي ار؟ يعني نمو الطفل داخل الرحم مش طبيعي، بيبقى وزنه اقل من عمره الرحمي. المفروض انا كل مره ست بتجيلي فيها بعمل لها سونار، بقيس الوزن بتاعه واشوف الوزن ده ماشي مع عمره الرحمي ولا لا. لا، في الحاله دي الوزن بيبقى اقل من العمر الرحمي. ده معناه ايه؟ معناه ان نمو الطفل مش طبيعي، معناه ان الطفل ده هيتولد مش طبيعي بعد كده، يعني انا اثرت على كل حياته الجايه، تمام. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان هو طبعا كتير قوي من الحالات دي بيحصل فيها انتراترين فيتال ديس، يعني موت مفاجئ للجنين داخل بطن مامته، يا اما بسبب اللي هو عجز المشيمه انها تقوم بوظيفتها، يا اما بسبب حاجه مهمه جدا تسمم الحمل بيعملها اللي هو نزيف في المشيمه او انفصال في المشيمه، وهو ده القطر اللي انا هقول لك عليه بعد شويه. الحاجه الثالثه طبعا احنا مجرد ما الحاله دخلت في تسمم حمل شديد سيفير بري اكلامسيا، الحل الوحيد والعلاج الوحيد بتاعها هو انهاء الحمل، ايا كان حامل في السابع في الثامن انهاء الحمل، وبالتالي هيعرض الطفل لمشكله خطيره جدا اللي هي الولاده المبكره البري ماتيورتي. طبعا احنا عندنا امكانيات الحضانات عندنا مش قويه قوي انها تشيل طفل عنده 28 اسبوع او 27 اسبوع، يعني احنا الامكانيات برضو عندنا حتى في جميع المحافظات لسه ايه على قدها. بس فدي المشكله. طبعا استاذنكم بقى شويه، يعني 5 دقائق كده هنرجع لكم فاصل ومستنياكم. الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين حلقتنا من جديد مع الدكتورة إيمان شعيشع، والجزء الأساسي من البرنامج طبعا الدكتورة عتاب الأبيض. وبسأل الدكتورة برضو، هنكمل لسه حلقتنا عن تسمم الحمل، وهسألها تاني ليه يعني الست الحامل دايما هي أكثر عرضة من غيرها، يعني اللي هو بيجي لها التسمم ده أكتر من غيرها، ليه ايه السبب؟ لا، هو يعني الست الحامل مش اكثر عرضه لغيرها لتسمم الحمل، هو تسمم الحمل ما بيجيش اللي يخليها هي اكثر غير عرضه، ما بيجيش غير للست الحامل. انت عاوزه تقولي ليه يعني مين اللي يخلي ايه اللي يخلي واحده اكثر عرضه من غيرها انه يحصل لها تسمم؟ تمام. طيب اللي احنا ده هتدخليني في حته البريديسبوزنج فاكتور او الايه البريسيبتيتنج فاكتور. في فرق ان انا الست دي اكثر عرضه من غيرها لتسمم الحمل، او ان ده سبب، دي مش اسباب. لا، اللي انا هقوله ده انه الست دي اكتر عرضه انها تدخل في تسمم الحمل اكتر من غيرها، اللي هم ايه؟ اول حاجه اللي هي الحامل لاول مره، اللي هي بالتعبير بتاعنا البكريه، وخصوصا لو كانت صغيره في السن. الحاجه الثانيه لو كان جالها تسمم الحمل قبل كده في حمل سابق، تمام. الحاجه الثالثه ان لو كان عندها امراض معينه
بتأثر على الأوعية الدموية زي إيه؟ زي ارتفاع الضغط، ارتفاع السكر، الأمراض الكلى، الأوتو إيميون اللي هي الأمراض المناعة، الذئبة الحمراء. الكلام ده كله الستات دي بيبقى عندهم أكتر عرضة إن هم يدخلوا في تسمم الحمل. تمام. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الجينيتيك، الجينيتيك بريديسبوزيشن بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا وأختي لو أنا دخلت في تسمم الحمل هي بنسبة من 20 لـ30% معرضة إنها تدخل في تسمم الحمل. تمام. الحاجة التانية اللي هم الجماعة اللي بيحملوا في توائم أو عندهم المشيمة المتضخمة اللارج بلاسينتا اللي هم التوائم أو الهيدروبس أو الناس دي. طيب اللي بيحصل للأم والطفل ده بيحصل لكل الحالات تسمم الحمل، ولا في فرق بين اللي بيحصل لدي واللي بيحصل لدي؟ انا بس عاوزه اقول لكم على السيناريو المرعب اللي هو علشان الناس بس تاخد الموضوع بايه على قدر من الاهميه. السيناريو المرعب والسيناريو ده احنا شفناه. بنوته عندها 19 سنه جايه حامل في شهر الثامن، الجنين متوفي داخل بطنها، عندها نزيف داخل الرحم. تمام. الحالة متأخرة جدا، طبعا تسمم حمل، ضغطها عالي في السماء، الوظائف الكبد والكلى عندها تقريبا متوقفة، التحاليل بتاعتها عالية جدا. طبعا الحالة دي أول حاجة بنطلع البيبي. تمام. واحنا جوه العمليات الرحم طبعا من بسبب النزيف اللي حصل داخل الرحم حالته سيئة جدا، لو اتساب مش هينفع انه يتساب، فممكن اضطرينا ان احنا نشيل الرحم. تمام. يبقى أول حاجة البيبي مات، تاني حاجة شلنا الرحم، الحاجة التالتة ست البنت البنوتة دي دخلت العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي. تمام. بعدها بثلاث أربع أيام ماتت. تخيلوا الرعب وتخيلوا السيناريو. السيناريو ده أنا مش بحكيه كده من واقع الخيال، السيناريو ده احنا شفناه مرة واثنين وتلاتة، شفناه كتير. بيبقى الست ايه، أنا كويسة، أنا مش هروح للدكتور ليه، ما أنا ماشية أهو وأنا كويسة، أنا مش عارف ايه، وهي ولا بتتابع ولا بتعمل ولا أي حاجة. تمام. طب عايزين نعرف التحاليل المطلوبة للستات الحامل في حالات تسمم الحمل. التحاليل المطلوبة الست الحامل كده كده من ضمن الروتين انفستيجيشنز بتاعتنا صورة الدم الكاملة. تمام. صورة الدم الكاملة بالنسبة للست اللي عندها تسمم حمل هتهمني في كذا جزئية، مش بس قصة الهيموجلوبين خالص، انا قصتي في تسمم الحمل الهيماتوكريت. اللي هو ايه الهيماتوكريت؟ ان الست دي عندها هيمو كونسنتريشن ولا لا، لانه طبعا بيحصل ارتشاح في الجسم. يرتشح يعني ايه؟ يعني الميه بتاعه الدم بتنزل في الايه، في الانسجه، وبالتالي الدم بيحصل فيه هيمو كونسنتريشن. يبقى الهيماتوكريت هل هو كويس ولا عالي؟ تمام. الحاجه الثانيه الصفائح الدمويه اللي انا لسه مكلمه عنها من شويه، اللي هو خط الدفاع بتاعي ضد النزف. تمام. بتقل، لو قلت عن 100,000 يبقى خلاص، يبقى انا الست دي لازم تولد فورا. تمام. النقطة الثالثة طبعا الايه، يبقى احنا اتكلمنا على صورة الدم، طبعا وظائف الكبد والكلى. محتاجين لحاجة اسمها السيرام يوريك اسيد. السيرام يوريك اسيد ده حاجة مهمة قوي في التشخيص. ليه؟ لأنه هو برضو حاجة سبيسيفيك لتسمم الحمل، انه الكلى ما بتبقاش قادرة ان هي تعدي اليوريك اسيد في البول، وبالتالي بيزيد نسبة وجوده في الدم. تمام. يبقى وظائف الكبد ووظائف الكلى وصورة الدم الكاملة والسيروم يوريك اسيد، وطبعا تحليل بول عشان اعرف كميه الزلال في البول قد ايه، تحليل بول الكامل. والبومين كرياتينين والسيروم البيومين، طبعا ده مهم جدا. السيروم البيومين ده مهم جدا لانه ده لما بيوطى معناه ان الحاله برده بتسوء. طب البومين كرياتينين ريشيو مهم زيه زي البروتين كرياتينين ريشيو، ولا هو في واحد اهم من واحد؟ هما الاثنين زي بعض، ان هما الاثنين بيحتاجوهم الاثنين المريضه، بقوا الاثنين بيستخدموا في التشخيص. تمام. ده يا جماعه بيدعونا ان احنا لازم الست الحامل تتابع. يعني معظم الحالات اللي بتجيلي في معمل في معمل الخاص بتقول لي عايز اعمل هيموجلوبين بس، زي ما الدكتوره بتوضح ان في هيماتوكريت بعيدا خالص عن الهيموجلوبين مهم جدا، عندكم بليتليتس بعيدا جدا خالص عن موضوع الهيموجلوبين، ده ضروري جدا جدا لكل الستات. يعني انتوا دلوقتي زي الدكتوره وضحت نقاط مهمه جدا، حضرتك كست حامل لازم تركزي في الحته دي قوي. صوره الدم الكامله مش هتكلفك كتير قوي عن الهيموجلوبين، دي نصيحه لكل ست بتوضحها دكتوره ايمان النهارده. في بقى يا دكتور بعد اذنك في حاجه اسمها حقن الرئه، عايزين نوضح ازاي او اضرارها او نظامها ازاي عشان نوضح للساده المشاهدين.
حقن الرئه دي من الحاجات اللي هي عامله لنا ايه، عامله لنا افتكاريه زي ما بيقولوا. كل واحده جايه حامل في السابع، دكتوره انا هاخد حقن الرئه امتى يا ستي؟ لسه بدري. حقن الرئه دي حقن الديكساميثازون. عقار الديكساميثازون ده حقن كورتيزون. يعني ايه حقن كورتيزون؟ ده ما بيتاخدش لاي واحده، ما بيتاخدش روتين. الحقن دي لها انديكيشنز ان انا اديها. يعني ايه انديكيشنز؟ يعني متطلبات طبيه تخليني ادي الست دي الحقنه دي. ايه هي الكلام ده؟ لو الست دي معرضه للولاده المبكره من فتره 28 ل 34 اسبوع، ساعتها بقدر لازم اديها حقن الرئه. لكن واحده ست حامل، حامل كويسه جدا وهي بكريه وهتكمل 40 اسبوع وهتكمل حملها طبيعي، ليه انا اجي على اول السابع او اول الثامن اديها حقن الرئه؟ هو طبعا ده له اغراض تجاريه تانية كتير، ان انا بديها حقن الرئه بدري علشان ايه؟ على اول ما تخش يوم في التاسع هولدها كويسه لي، فانا ايه اوفر على نفسي الايه الوقت والمجهود كده. احنا لكن انا بتكلم كدواعي طبيه، لا مش اي واحده ست حامل تاخد حقن الرئه. حقن الرئه دي هي حقن الدكسة دي ما بتتاخدش غير لست محتاجاها، اللي هي معرضه اكتر من غيرها للولاده المبكره. زي مين؟ زي مين؟ زي واحده عندها المشيمه سابقه الجنين وهتولد بدري، زي واحده عندها نزيف قبل الولاده ومحجوزه في المستشفى وهتولد بدري، زي الحاله بتاعتنا دي اللي هي تسمم الحمل ومعرضه انها هتولد بدري، تمام؟ زي واحده بيجي لها طلق مبكر وهي او واحده حصل عندها حاجه اسمها رابشر اوف ميمبرين، يعني انفجار مبكر في جيب الميه ومعرضه انها تولد بدري، تمام؟ زي واحده حامل في توأم ومعرضه انها تولد بدري. يبقى حقن الرئه يا جماعه ما بتتاخدش كروتين. حقن الرئه لها واحده معينه هي الدكتور هيحدد هو هيديها لها امتى، مش بتتاخد في اول الثامن. وبعدين حقن الرئه بتفضل شغاله معايا من 7 ل 10 ايام، ما مش شغاله معايا طول العمر. وتكرار ان انا اخد جرعات حقن الرئه، في دراسات بتقول ان هو بيأثر على البيبي، بيعمل اي جي ار او بيأثر على مخ الطفل. فهي مش بونبوني هاخدها دلوقتي وبعد شويه ابقى اقررها تاني. عايزين نوضح للساده المشاهدين هم بياخدوها ليه، ولو اخدوها فوائدها ايه واضرارها ايه. يعني اساسا هم الحامل بتاخدها ليه، عشان ايه الفايده بتاعتها؟ ولو هي اخدتها وهي ملهاش لازمه ضررها ايه؟ ما هي انا دلوقتي انا هاخد دواء، الدواء ده كورتيزون بيأثر على الضغط وعلى السكر وعلى كل حاجه، صح؟ هاخده بدواعي طبيه. يعني ايه بدواعي طبيه؟ يعني انا محتاجه الدواء ده دلوقتي في الوقت ده، انا محتاجه الدواء ده في الوقت ده، مش محتاجاه وخلاص. انا مش هو مش لازم اخده في الحمل وخلاص. هي شغاله معايا 10 من 10 من 7 ل 10 ايام. يعني انا خدتها في اول الثامن وانا ولدت في اول التاسع، خلاص هي ما عادتش شغاله معايا. فانا الدكتور المفروض ان هو بيدي حقن الرئه امتى؟ لحاله معرضه للولاده المبكره. تمام، اخر سؤال. طب دلوقتي انا عايز اعرف يعني انت قلتي لي على بتاعه السيناريو ان هو مرعب وكده، عايز اعرف كيفيه التعامل يعني مع السيناريو المرعب ده عشان ننهيه تماما. يعني حضرتك ارعبتينا منه، فعايزين نعرف ايه هو. هل ينفع بالفعل ان احنا نتخلص من السيناريو المرعب ده؟ هل بالفعل نقدر طبعًا ان احنا طبعًا نتخطى ونطلع من حالة تسمم الحمل اللي بتموت كذا حاله وبيحصل كل ده؟ هل نقدر ان احنا نطمئن على نفسنا لما يبقى في حمل او كده بالنسبه للبكريات او بالنسبه للناس؟ ازاي الستات تطلع من السيناريو ده؟ الموضوع بسيط جدا. اولا المتابعه. مفيش ست حامل تقعد تقول انا كويسه وما تتابعش. قياس الضغط ده مهم جدا، دي اول نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه، مش كل واحده عندها ضغط دي تسمم حمل، تمام؟ انا عندي اسباب ثانيه لارتفاع الضغط مع الحمل. انا عندي ضغط الحمل نفسه اللي هو من غير بروتينوريا ولا اند اورجان ديسفانكشن، يعني عندي مجرد الضغط عالي، دي هديها حبوب الضغط واروحها البيت وانا مطمنه وعاملها تحاليلها كلها وانا مطمنه عليها، تمام؟ عندي الضغط المزمن، يعني الست دي عارفه ان هي عندها اصلا ضغط وبتاخد علاج الضغط ومتشخصه قبل 20 اسبوع، تمام؟ الست دي برضو هديها دواء الضغط وهتابعها وهبقى مطمنه. لكن انا بتكلم على مريض التسمم الحمل بالكرايتيريا اللي احنا اتفقنا عليها، لا دي بتتاخد وبتتابع بشكل معين جدا غير اي حاله ثانيه، ماهيش حاله ارتفاع في الضغط العالي. في حاجه اسمها الايرلي اونست بري اكلامسيا بالمناسبه، دي بتحصل قبل 20 اسبوع. من دي حاجه مستثناه قوي، بتحصل قبل 20 اسبوع بس، دي بتحصل في حالات معينه من ضمنها الحمل العنقودي. لكن هو القاعده بتاعه تسمم الحمل ان هي بتحصل بعد 20 اسبوع، تمام؟ طيب، فيبقى اول حاجه مهمه عندنا ان انا اعرف الست دي احطها في التصنيف بتاعها المظبوط. هل هي
ضغط مزمن؟ هل هي ضغط حمل فقط؟ هل هي تسمم حمل؟ لو حطيتها في الكاتيجوري بتاعتها مظبوط هعرف اتعامل معاها. النقطه الثانيه، انا حطيتها في الكاتيجوري بتاعه تسمم الحمل. تسمم الحمل عندي للاسف ما عنديش منه درجات كتير، انا عندي درجتين اتنين بس، البسيطه والصعبه، ما عنديش بطلت. وللاسف ان انا بنط من الدرجه دي للدرجه دي زي ما اتفقنا، لا في شهور ولا في اسابيع، ده انا بتكلم في ظرف ساعات، في ظرف ايام. الحاله ممكن تبقى ماشيه النهارده تيجي بكره سيفير بريكلامسي. ايه بقى الدرجات دي؟ انا عندي الدرجه البسيطه دي الضغط ما تعداش ال 160 110، والزلال ما تعداش ال 5 جرام في ال 24 ساعه، وما عنديش اي خلل في وظيفه من وظائف الجسم، وما عنديش اي اعراض. يعني ده شروطه، يعني هو ده برضو المستثنى، ان انا الست دي لو ضغطها معلاش، لو ما فيهاش زلال عالي، لو ما عندهاش اعراض، لو ما عندهاش اي خلل في وظيفه من وظائف جسمها، خلاص دي الدرجه البسيطه. دي درجه مثلا انا ممكن ايه اتابعها واقيس لها الضغط كل 48 ساعه. الحاله وصلت للمرحله الشديده سيفير بري اكلامسيا درجه شديده، لا خلاص انا دي مش هينفع، دي لازم تتحجز في المستشفى فورا، والحل الوحيد بتاعها انهاء الحمل قولا واحدا، مفيش فيها كلام. فالتردد في القرار في حاله زي دي هو اللي بيؤدي للسيناريو المرعب. طب ايه بقى السيفير بري اكلامسيا دي؟ السيفير بري اكلامسيا دي ان الضغط عدى 160 110 بالرغم ان هي بتاخد دواء ضغط، او ان الزلال زاد عن 5 جرام في ال 24 ساعه، تمام، او حصل خلل ظاهر جدا في وظيفه من الوظائف، اللي هم ان هو الصفائح الدمويه قلت عن 100,000، او انزيمات الكبد المقاس بتاع القياس بتاعها تضاعف، حصل فيه دبلنج، او السيرم كريات زاد عن 1.1، او 1.4، لا 1.1، احنا عندنا قطع اوف 1.1 في تسمم الحمل، في تسمم الحمل مرتبط ب 1.1، السيرم كريات زاد عن 1.1، لان النورمال يا جماعه بالنسبه لها 1.4، فالدكتوره بتربط الكريات في تسمم الحمل ب 1.1، يعني دي النسبه اللي هي في منتصف النورمال. الصفائح الدمويه قلت عن 100,000، دخلت في حاجه اسمها هيلب سندروم. هيلب سندروم ده رعب، يعني بيحصل تكسير في كرات الدم، بيحصل ان الصفائح الدمويه بتقل جدا، بيحصل ان انزيمات الكبد بتبقى عاليه جدا، او حصل حاجه من الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها اللي هو التشنجات. خلاص الحاجه دخلت في اكلامسيا، خلاص دي سيفير، دي مش سيفير بقى، دي خلاص اكلامسيا، لازم فورا انهاء الحمل ومفيش فيها تردد ايا كان عمر الطفل. طب المفروض الدكتور يطلب للمريض البومين كرياتين ريشيو او بروتين كرياتين ريشيو بعد ما يطلع، بعد ما يعمل تحليل اليورين ويطلع فيه البومين، ولا من غير ما يكون اليورين فيه البومين؟ لا هو مش روتين انفستيجيشن، انت بتساليني، لا هو مش روتين انفستيجيشن. الروتين انفستيجيشن بتاعنا السي بي سي، التحليل البول الكامل، الكلام ده قياس الضغط، لكن هو مش 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 روتين. انا لو لقيت المريضه بتاعتي ضغطها عالي، اول حاجه اطلبها اطلب البومين كرياتين ريشيو وبروتين كرياتين ريشيو، ولا اطلب يورين؟ واذا كان اليورين فيه البومين يبقى اطلب الحاجات الثانيه. بالظبط بالظبط، اول ثاني خطوه على طول بطلب الايه؟ الالبومين في اليورين. تمام. يعني المفروض يا جماعه الستات اللي بتروح تحلل بول، في ستات كتير بتجيلنا المعمل وبتقول خدوا مني عينه الدم، اصل انا مش عايزه ادخل حمام دلوقتي، ومش عايزه اعمل تحليل البول، ومش مهم بالنسبه لي تحليل البول. شوفوا يعني دي مهمة جدا 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 يا جماعة، ان انتوا تحليل البول اللي مش هيكلفك حاجة بكتير قوي 10 جنيه، فحضرتك مهمة قوي قوي قوي. وبناشد اخواتنا اصحاب المعامل، حتة الست اللي بتجي لك حامل مهمة قوي قوي حضرتك تعمل لها التيست اللي فيه الالبومين او البروتين، لان حضراتكم اخواتنا اصحاب المعامل اللي بيسمعوني دلوقتي عارفين ان في فرق بين التيست اللي هو الثلاثي، او التيست اللي هو العشرة، او التيست السبعة، او التيست اذا كان فيه بالجهاز اللي هو بيطلع البومين. فده مهم جدا لمصلحه المريض، علشان يبقى من تجاهنا الواجب علينا تجاه المريض، مهم قوي قوي الحته دي. وطبعا نقطه يا دكتوره بعد اذنك كنت عايز اسال عليها، اللي هي نقطه الضغط الواطي بالنسبه للست الحامل. ايه يعني، هل في خطوره على الست الحامل الضغط الواطي، ولا ايه اللي يخليني مثلا انا ضغطي في الطبيعي طبيعي من غير حمل؟ فكرتني برضو بحاجه مهمه قوي، دايما اسال الست انت في حاجه تعباكي مع الحمل؟ تقول لي يا دكتوره ده بنتي عندها الضغط. ضغطها ماله؟ تقول لي ضغطها واطي.
لا هو الضغط الوطي ده من الحاجات الفسيولوجيكال بتاعت اللي بتحصل مع الحمل. طب نعوضها ازاي؟ نعوضها بالاكل الكويس، بشرب السوائل الكتير، بالكلام ده، لكن غير قصه الضغط العالي خالص. الضغط العالي ده قصه تانية كبيره، اللي زي ما احنا حكينا. بس مهم قوي احنا بس نتكلم في حته المنع، حته المنع ما خلصناهاش. ان الناس اللي هم اكتر عرضه من غيرهم اللي انا لسه اتكلم عليهم من شويه دي، في دواء، الدواء ده رخيص ومهم ومهم جدا، وبيحمي من القصه دي بنسبه 70% او اكتر او تتعدى 70% كمان، اللي هو الاسبرين الاطفال. العيله دي اللي هي احنا قلنا عندها ضغط مرتفع، عندها سكر، عندها اللي هي حامل، الكلام ده اللي احنا اكثر عرضه دول، دي بتاخد الاسبرين بتاع الاطفال من عند 12 اسبوع. ده بيقلل نسب حدوث تسمم الحمل جدا. يبقى احنا قلنا ملحوظه يا جماعه ان الحته دي المريض ما ياخدهاش برده من دماغه، لازم لو هو في بعض الاطباء برده مش عارفه النقطه دي مش واضحه، يعني هي المريضه لو عايزه تاخد ما تاخدش غير اما ترجع للدكتور تقول يا دكتور اخد الاسبرين ده ولا لا، ولو الدكتور قال لها لا تقبل الدكتوره ايمن تقول لها خد الاسبرين. فهي حته المنع دي حته مهمه جدا، ان انا ممكن اوقف القطر ده اللي انا حكيت لكم عليه، ممكن اوقفه عند اي نقطه. طب ابداوا من البدايه ان انا الست تتابع كويس، الست تقيس ضغطها كل مره، تبقى عارفه ان هي مثلا في انهي كاتيجوري بالظبط، هل هي معرضه اكتر من غيرها انها يحصل لها تسمم حمل، فيبقى بيبقى عين عليها شويه عن الست اللي هي مش اكثر عرضه ولا حاجه. المهم ان هو موضوع تسمم الحمل من المواضيع الخطيره جدا زي ما اتفقنا، عشان اعراضه ما بتظهرش غير متاخر. تمام، هنطلع فاصل. طبعا يعني تسمم الحمل ده كان من الحاجات الخطيره جدا اللي احنا كنا لازم نعرفها فعلا، وحضرتك وضحت جدا، وده دليل على ان لازم كل الناس، يعني الستات الحوامل طبعا، لازم اول حاجه المتابعه، ولازم يعملوا كده كويس جدا جدا جدا. طبعا احنا اتشرفنا بحضرتك جدا جدا جدا، و اتشرفنا بحضرتك جدا جدا جدا، وفدتنا بمعلومات شيقه جدا، وبصراحه كان موضوع مهم جدا. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا في اول الحلقه خالص، ان احنا لازم نحذر من كل حاجه، ونحذر واحنا بنتعامل مع اي حد، كل الاشخاص طبعا، عشان الشهر الكريم ده يعدي على خير، وبلاش ناخد الموضوع باستهتار. انت تفكر كده، لو حد بتحبه حصل له حاجه، يعني حاجه ضرر، جاله كورونا مثلا، الحاجات دي كلها ايه هيكون رد فعلك؟ شوف كده نفسك وتعامل. فبالتالي لازم نحافظ على نفسنا ونحافظ على بلدنا عشان نفضل في تقدم دايما طول العمر. وطبعا بشكر الدكتوره ايمان. قبل عليك يا شهد، اضم صوتي لصوت شهد في الحته بتاعت ان ايه، ان احنا لازم نخاف على بلدنا ازاي. سياده الرئيس ووزاره الصحه عاملين اللي عليهم وزياده شويتين، فياريت ياريت نخلي نحط ايدينا في ايد الدوله علشان نرفع يبقى بلدنا الاولى على العالم في قله الاصابه بكورونا. يعني كلنا نحافظ على بعضنا ونحافظ على نفسنا علشان نبقى بلدنا كده المميزه في كل دول العالم، ان ما عندناش كورونا او العدد على الاقل قليل جدا. طبعا الكلام ده مهم جدا جدا، ولازم فعلا نعمل بيه. يعني لو الرساله وصلت للجميع، يا ريت بجد نعمل بيها فعلا. وطبعا بشكر الدكتوره ايمان النهارده، والدكتور عتاب طبعا شرفونا على طول في البرنامج. وطبعا حلقتنا النهارده خلصت، وبتمنى بجد تكون عجبتكم، ومستنياكم ان شاء الله الحلقه الجايه في نفس الميعاد، ومستنيين استفساراتكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الرقم اللي ظاهر على الشاشه. وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في جميع امور حياتكم، ومستنياكم الحلقه الجايه ان شاء الله.